مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا بكم من فلسطين، من منطقة بير الزيت، منطقة الجميلة الأثرية، يعني منطقة مليانة من حكايات الناس، حكايات الفلسطينيين عاشوا بالوجدان وبالغنى وبالعادات والتقاليد. مكان رائع هنكون فيه مع الشعر ومع أنواع الشعر، خاصة الشعر الشعبي والزجل، وحنتعرف على كيف تحدث الوجدان الفلسطيني. لانا، صحيح يا شافكي، ومساء الخير مشاهدينا من جديد. وزي ما حكت شافكي، الشعر الشعبي موجود ومحفور في وجدان ايضا وفكر الفكر العربي. الشعر الشعبي يمكن استاذ خالد كمان يعني راح يشاركنا الحديث، له اهداف ورسائل وغايات، سمعناه في الافراح، سمعناه في معالجة مشاكل اجتماعية، معالجة سلوكيات، سمعناه في عدد مختلف من المناسبات. علشان هيك اليوم حلقتنا عن الشعر الشعبي إن شاء الله راح تكون حلقة بضيوف مميزين. أنا بحس إن الشعر الشعبي الفلسطيني عامل زي حال الراوي للحكاية. طبعا يعني هو الراوي، هو عمليا الراوي. طيب، الليلة المنازلة بين بيت الكل وبين فارسي الزجل الفلسطيني أكرم البوريني وبلال فطيمي، والحكم سيكون الشاعر الكبير الشاعر الفلسطيني مراد السوداني، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين. هذه منازلة ستكون من نوع آخر. شعرنا الشعب الفلسطيني جزء من موروثنا الثقافي الذي نباهي ونفخر به بين أمم وشعوب هذه الأرض. وكما قالت لنا وشافكي أيضا، الشعر الشعب الفلسطيني ما يميزه أنه رافق الفلسطيني في كل مفاصل قضيته الفلسطينية، وكان عامل محرض على ضرورة النضال بكل الأساليب الممكنة والأساليب المتاحة. صحيح يا خالد، وأكيد مشاهدينا إحنا اليوم حلقتنا راح تكون حلقة مميزة، فمندعوكم إنكم تستمتعوا في الشعر الشعبي وبالتحديد الفلسطيني والزجل بالتحديد والحدة. لكن مشاهدينا خلينا نتوقف إحنا وإياكم قبل أن نستقبل ضيوفنا في بيت للكل مع هذا التقرير الذي يتحدث عن الشعر الشعبي الفلسطيني.